أكد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي أن ما يقوم به الحوثيون من حشود على أطراف العاصمة صنعاء وإقلاق السكينة العامة يؤثر على سير الحياة الطبيعية جراء وجود جماعات مسلحة على مداخلها، وكذلك إرهاب المسافرين من خلال إقامة نقاط التفتيش على الطرقات، وأكد أن ذلك يعتبر خروجا على النظام والقانون. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس هادي اليوم سفراء الدول العشر الراعية والداعمة للمبادرة الخليجية ولآليتها التنفيذية المزمنة، والذي أطلعهم على نتائج زيارة اللجنة الوطنية الرئاسية لمحافظة صعدة، والتي قال أنها لم تكن كما كنا نأمل بالنجاح لمساعيها من تجاوب من أجل مصلحة الوطن العليا وتجنيب اليمن ويلات الانقسام والخلافات التي تؤثر سلبا على الأمن والاستقرار والسكينة العامة، وتعكس في الوقت ذاته صورة سلبية وسيئة عن اليمن في الخارج. الرئيس هادي الذي اعتبر أن رفض الحوثيين لوثيقة اللجنة الوطنية الرئاسية من الأسباب المعرقلة لمخرجات الحوار الوطني الشامل وتجسيدها على أرض الواقع، أطلع سفراء الدول العشر الراعية والداعمة للمبادرة على ما تتعرض له العاصمة صنعاء من إقلال للسكينة العامة وتؤثر على سير الحياة الطبيعية جراء وجود جماعات مسلحة على مداخلها. وطالب رئيس الجمهورية الحوثيين بالانسحاب من عمران وخروج كافة الجماعات المسلحة من خارج أبناء المحافظة وتسليم الدولة كل ما يتصل بالأسلحة والمعدات والإمكانيات التي استولوا عليها.